بدك تعمل لي هلا شوف النص المليان من الكاسه سيدي، مالي شايف شيء. لك انت وبنتك وهلا صحتكم منيحه صح؟ ماشي خلص معناتها كل شيء بخير. لك الباقي كله بحل الوقت بحياتك. انا وقت وانا خيال. لك ما كل ما عم يمرق الوقت كل ما الامور عم تاكل هواء اكثر. صار عمري فوق 30 ولهلا مالي عامل شيء. مجوز ومطلق وعندي بنت، وبنتي صارعتني ما عم بعرف وين بدي اروح فيها. امتى ببلش مفعول الحبه؟ يعني شو صار؟ فوتنا وفوت. قلت لي صار عمرك 30. اول مره بحس حالي ما عارفة منين بدي بلش. شغلي واقف ومصاري ما في والديون عم تتراكم وتتراكم. أحيانا بختنق يا رجل. فتحنا المكتب على أساس نشتغل. شرف صار المكتب حضانة. أنت بتعرف وين المشكلة؟ بعرف بس ما عندي حل. لا ما بتعرف المشكلة هي أنه أنت عم تنتظر من الناس يحلوا لك مشكلتك. وقت بتبلش تفكر أنه أنت تحل مشاكلك بنفسك وقت بتهدى وبتطمن. الحقيقة يا أبي يوسف هذا حكي واحد واقف على رصيف وعم يتفرج على الثاني بنص الشارع بالعجقة وعم يقول له كيف بده يبعد من وش أربع سيارات جايين عليه بوقت واحد. سعد فكر أنه بنتك عندك وأنه أنت المسؤول عنها وأنه أنت ما عاد ترجع لعند مرتك. فكر أنه بدك مصاري لأنه أنت ما عادت مطمن أنه في حدا ممكن يدينك. يعني رتب حياتك من جديد. بدي مصاري على اساس انه انا فيني طلع ملايين وما بدي. على كل حال الحياه اذا بدك تعيشها ما بدها ملايين. لا ما بدي ملايين يا حليب لانا وحفاضاتها لحالهم بمصروف عيله. هلا لا تقعد تتحجج بحليب لانا. بعدين بالمناسبه عم يحكي لي يعرب انه معروض عليك شغل بمكتب محامي. ايه معروض علي بس ماني فاضي، عم بشتغل بيبي ستر. اخي حطها بروضه. هلا الامهات الموظفات شو بيعملوا؟ بعدين اذا في يوم من الايام اضطريت انه المسا تنزلها حطها عند اهلها، اسمع لك كم كلمه هيك بتتحلحل القصه وبتنحل. لسه بيقول لي بتنحل القصه كانه انا بايدي ريموت كنترول. حسوم مرحله. اما تقول لي انه صار عمرك 30 وما عملت شيء. انا صار عمري 60 ومو بس ما عملت شيء، روحت كل شيء عملته بلحظه. بس انت مثلي ناطر انه الناس يعملوا لك شيء. انا قلت مشان اعيش بدي مصاري. بعدين شو عملت؟ صرت جيب احسن الاغراض لاولادي. هلا شو صار؟ بقيت الاغراض وخسرت اولادي. قوم ناموا. يبدو ان النوم احسن شيء بتسويه.